بعدين في الدرع ده. طيب يلا بقى خدش صندوق. شكرا. لازم اظبطها. وي على الشياد. تمام نبدا بقى نظام نقاط. وجبت كورتكس الفرعون ونبدا بقلعه كورتكس. على كورتكس يلا بينا. يلا بينا. تعالى تعالى تعالى. يلا ابراهيم. الصاروخ ساب ابراهيم راح لاحمد مش عارف ليه. ماشي 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 ماشي. كل ده حصل ليه؟ عشان فقدت سرعتي من البدايه ولكن لا يهمني. زي الفل. ازيك يا سموري؟ ليه كده سموري؟ خليتني ما اخدش صندوق ليه يا سموري؟ اوعى الزجاجه. ايه يا عم ده ازاي؟ لا اله الا الله. طب ابراهيم الاول. طيب ظلمنا ابراهيم بالكهرباء دي ليه كده سمور؟ استفدت ايه بصاروخك النووي ده يا عم؟ ده انا رحت 60 منعطف والصاروخ ورايا والنعمه ما سبته. طبعا ده الصاروخ اللي بيقول كده. بيقول دخل يمين دخلت ورا دخل شمال دخلت والنعمه ما سبته. عمو جيمر يا حظك معايا 3 قنابل بس. عايش يلا عايش يلا والله. مين اللي جاي ده؟ معلش حد تاني جاي. حد تاني جاي ازاي يا عم؟ اياد ازيك يا اياد عامل ايه؟ خدها يد يجيبك الصاروخ. ايوه كده ايوه كده. ايه الزجاجه اللي فاجئتني دي؟ القنبله ما جابتليش حاجه. لو فقدت سرعتك يا جيمر مش هرحمك. خلاص لو في لفه كمان ما كنتش سبتك. بص قدامي اهو قدامي. ماشي رمى الدرع وبيضربني قنابل. اوه بص سموري وابراهيم الفرق بينهم 1 من 100 جزء من الثانيه يا جدعان. اهلا سموعه ويلكم باك. اول ما بدانا انت جيت يا سموعه. طب ليه كده؟ حمو جيمر كنت لسه هديله قنبله بس ما لحقتش. هو اللي اعطاني القنبله الاول. عاش يلا بينا. ها 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 يلا لا يلا لا. ماشي لازم طبعا ايه اتضرب 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 وفي الاخر برضه عشان نزود فتره الضرب. ايوه بقى ايوه بقى. يا جدعان عايز بس اخد ده. يلا بينا. ابتعد عن طريقي. ايوه اديله 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 اديله. ايوه حلو قوي.
يا اياد انا تيربو عامل ايه يا اياد؟ ثلاث صواريخ بقى عشان اياد. يلا لا يا ما اديها سرعات المرة دي. برضه قنبلة واحدة، أنا خايف أطير له الدرع طيب يحصل حاجة مش كويسة. ماشي اجري شوية اياد. الله عليك يا اياد، والله بيلعب حلو. بعدين في الدرع ده طيب. يلا بقى مفيش غير كده اياد، لازم اطير الدرع. شكرا. خدش صندوق. شكرا. صاروخ. لازم اظبطها. وي على اياد، خلي بالك من ابراهيم بقى، خلي بالك من ابراهيم. ابراهيم ضربه. لا هو ضربه، ابراهيم ضربه. ايوه معلش معلش يا اياد، ما تستحق احتفالا يا صاح. فين الصاح اللي عملوا لي تستحق احتفالا بالخامس؟ كم نقاط الجميع؟ حمو جيمر 12 وانا 15 واحمد دبليو 7 وساموري 7 وابراهيم 11 ويو ان كي 8 واياد 8 واحمد 8 4. يلا بينا. هاهاها الحق، واحد عايز يعوض بالمعبر. لا يا راجل لا يا احمد، لا اعمل تربو اعمل تربو. ماشي كويس. مين اللي خلع في البدايه ده؟ احمد دبليو وقدامي احمد 8، اثنين احمد قدامي. بس فقط سرعته ما تضيعش. ايه المس يا عم السرعه يا عم، انت عملت زيي برضو. لا ضيعت المعبر، ضيعت المعبر، كل شيء راح. انت بتضحك على ايه يا عم؟ هات لي بردوجة بقى بسرعه، عايز اجري مضيع السرعه والسابع شكرا حمو جيمر. الثامن حمو جيمر، ايه ده في ايه؟ اياد ومين وجيمر ورايا؟ اياد وجيمر ورايا. يا عم بقى كل شويه تضيع لي الدرع انت. حلوة كمية القنابل دي، أنا بتحمو قنابل في نفسي ولا إيه؟ في صندوق هنا. يلا يا راجل مستنيه وأنا التامن بقالي ربع ساعة، ويجي وأنا الخامس يجيني. سموري فقط سرعته، دي حاجة كويسة. يو ان كي قدامي وأحمد الأول اتضرب مش عارف من مين. ماشي 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 ماشي. اوعى كويس ان انا ما بصش عليه. لا اله الا الله. يلا واهي يا جدعان مستحيل. اوه بقى هتجيبني تاني. الاول والتاني قدامي، هتجيب مين فيهم؟ ما جابتش حد فيهم، معاهم دروع معاهم دروع. جابت الاول ما جابتش التاني، جابت الاول ما جابتش التاني. تعالى ابراهيم، ابراهيم وقع بس مش هلحقه خلاص. تعالى ابراهيم، ده في كهرباء تانية. ما جابتنيش برضه، ايه ده في ايه؟ عاش يا احمد، كويس ان انا اول ثلاثة برضه على اللي انا نيلته ده.
انا نفسي اقول لكم نجيب طريق سهل شويه، بس مفيش طريق سهل في الموجودين. في درب الطائر فيش طريق سهل، الطرق كلها مجنونه يعني، درب غاز نوكسية ومحطة اوكسايد وبلدة الحلويات وكهف تايني، فانت اختار بقى ماب سهل كده مش هتلاقي، او اختار ماب يعني هادي شوية مفيش. يلا بينا. ابتعد عن طريقي. ضربت قنبلة وزجاجة في نفس الوقت. ياخد التفاح من هنا اهو، وفي تفاح تاني سيبهولي يا جدعان. ايوه كده اهو، تعالى معلش يا اياد. ايه ضربت لورا بالغلط، ماشي. ايه يا عم بقى اياد، هو اللي قدامك اضرب اياد. شفت اياد؟ شفت اياد؟ حلو حلو ده، شكرا اياد شكرا، لان الكهرباء كانت هتجيبني بعد التربو الازرق كانت هتبقى مشكله. حلو جدا. حلو احمد ابو يعاش والله. المركز الاول اياد لبس صندوق. يا لو يجي منبه. ايه ده؟ ده معاه درع كمان؟ لا ده سموري اللي معاه درع اللي فوق ده. أجل. اوعى. حلو الصندوق. يلا يا جدعان قبل ما اضيع الدرع. يلا بنبه بسرعه. حلو، اهم حاجه ان انا امنا اول ثلاثة كده. لكن لسه في الطريق بقيه. الله على الكهرباء اللي جايه متاخره، ده معاه درع وكمان شفته تحت انا. هو عايق. محدش بيلغم هنا. وصل وصل وصل. عاش يا احمد عاش. انا الافضل بين الجميع. راجع بريمونتادا تاريخيه. سموري التالت عاش. لاحظ ان يون كي على طول بيجيب الرابع كده. اربع مبات نجمع بقى نقاط الاربع مبات، نقول كل واحد كام النقطه بتاعته. طيب كده الاول انا 28 نقطه، الثاني احمد دبليو 23 نقطة، التالت إبراهيم 20 نقطة، الرابع والخامس تعادل ما بين أحمد 9 وحمو جيمر 18 نقطة، بعد كده السادس 16 نقطة سموري، السابع إياد 12 نقطة، والثامن أحمد 8 9 نقاط. اللي يعديك بلفة في كهف تايني سيبه ما تضربوش، سيبه ما تضربوش. ها؟ كلام لأي حد، حتى لو أنا حد عدى عليا بلفة هسيبه مش هضربه، أو ممكن أضربه. يلا بينا.
يا راجل بردوجا بقى، بردوجا بردوجا، ولا ولا حلو قوي انك تطبق الناس المضروبه دي. اوعى تسيب حاجه. ايوه لابس الزجاجه، وسع سموري. بص في 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 خد خد انت الصندوق، انا شايفك باصص له نمر عليه كده. ابعد بقى عني عشان ما اضربكش بقى بالدرع بقى. يا سلام. احمد 8 اجري شويه. انا اسف ما كانش قصدي اضربك. منبه ولا منبه جه في نفس الوقت. بتهزروا صح؟ بتهزروا. وسع فقط سرعته. ما ضربتكش. بص عايز يسيب لي حاجه اللئيم. عشان كده عمال انبه اقول لكم اللي يعديك بلفه تسيبه. ماشي. ايه اعمل تربو، اعمل تربو او ما تعملش تربو، خليك كده ماشي. نعمل تربو ليه؟ معانا سوبر انجن زي الفل. حمو جيمر قربت اعديك بلا في كهربا جايه من حمو جيمر. شكلها كده ايه حمو جيمر هيلعبها ضدي. يا دوسم يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طب اروح فين انا؟ ولا 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 ده ايه ده منبه ده ولا ايه ده اللي حصل؟ طيب فهموني يا جدعان الدراع بتروح فين؟ ايه اللفه الاخيره؟ ايه اللفه الاخيره؟ ايه اللفه الاخيره؟ حدش يعكس النار، حدش يعكس النار. يا نهار ابيض انا جبتهم كلهم بلفه ولا ايه؟ ايه ده؟ ده التالت قدامي. اوعى. انا اسف على التلغيمات بس هو اللعب كده. بسرعه في الاخر مركز اول. مين التاني؟ محدش دخل في الوقت. ايوه ابراهيم هو دخل في التاني. عاش يا ابراهيم. جيمر بدا يعمل ريمونتادا. يا نهار ابيض كل دي ناس ما دخلتش في الوقت. يا الله بينا 1 2 3 ايه ده ضربته وفضل مكمل ولا ايه؟ لا مش مطمن لكم، مش مطمن لكم، مش مشكلة. المهم حافظ على التربو الأزرق عشان واحد يسيب صندوق واحد يرمي كوم يعمل حاجة. يا جدعان سيبوا لي زجاجة أي حاجة. أحمد أوعى. أو يا درع. طب هسابقه إزاي أنا ده؟ اضرب حمو جيمر، اضرب حمو جيمر. لا 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 انا بعيد انا بعيد انا بعيد. ايوه مستحيل. اوعى الزجاجة. حلوة السرعة ماشي. ايه الدروع دي كلها؟ ايوه طقشوا في بعض كده الله ينور. ايوه اضربوا صاروخ اضربوا. عايز بس تفاح انا. اها شفته في اخر فسوة. لا وسع. بص اياد انا ما برضاش اضربك والله بس انت اللي بتيجي في سكتي. كويس انا اسرع منك فسيبني بقى امشي بقى.
يا بنت اللذينة. ايه ده اتضرب هو كمان؟ حمو جيمر هيسابقنا بس ما يضربنيش اهم حاجة. كويس، كنت قريب من احمد دبليو والله. يلا مش مهم، هنجيبهم برضه. تعالوا تعالوا يا حبايبي يا حلوين يا حبايبي. يا راجل كنت محوش تربو كتير، المفترض يكمل معايا. فقد سرعتك يا اياد انت كمان؟ لا مش فقد سرعته يا اياد، عايش يا اياد والله. سيب لي التفاح طيب يا راجل. طب اروح لك فين انا؟ يا ابني انت معاك ايه طيب؟ ما هو ما استخدمش السلاح اللي معايا. لا اله الا الله، طلع درع في الاخر. يا ابني ما انت معاك كل حاجه. ولا ولا يا اياد. ابتعد عن طريقي. يعني يوم ما انا بعدت عن التفاح انت بعدت عنه. حلوه يا اياد. كانت هذه تجربه فحسب. عاش يا احمد ابلي عاش. ماشي لازم برضه اضيع في النص كده. يمشي احمد دبليو 8 نقاط كده، جاب 3 مرات مركز اول، عايش على الهاتريك. حمو جيبر جاب مره، انا مرتين. ماشي فاضل لي مره اجيب هاتريك زيك يا احمد، ما تقلقش بس انا اعلى منك في النقاط يعني. يلا بينا. يعني انا واقف عشان الصندوق ما يبقى كده يعني يمشي مني، يجي واحد يقول لي تعالى انت تعب نفسك ليه؟ مجاي ضربني. لا ياد ياد ماشي، تقول لي بتضربني ليه؟ ده انا مش هسيبك بعد كده، انا اللي كنت بسيبك. وقول عيني بيحاول يعمل اي حاجه وانا واقف في طريقه، ده انا اقبل بعد كده ان انا اسيب اي حد. يا عم انت التامن. ايوه كده. ماشي يا اياد، شفت؟ بضربني بعد كده بقى. احمد جليتش، احمد 9 تعالى. في درع فرقع ومازال معاه الدرع، وكان معاه درعين يعني ولا ايه؟ اجل الله ينور عليك. كورتكس بيرد عليا في ساعتها على طول، مع انه ما يعرفش زيي بس هو بيفتي يعني. ايوه في التاني والتالت بيضربوا بعض، التالت ايوه سموري اهو. كده ايه مسافات قريبه من بعض. طب انا شايف احمد دبليو اهو قدامي. ده ورا بعض بالظبط جيمر. ماشي ماشي ماشي. هتسيب اي حاجة على السر. لا ده حمو قنابل ده زي كده دلوقتي. حلو حلو حلو. اول وتاني قدامي بالظبط. منبه 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 يا سلام. كان معاه درع هو كمان يا محظوظ. طب نوصل واحمد قبلي كمان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عملنا ايه كده؟ اول وتاني وتالت معاهم دروع، يا فرحتي.
والتاني معاه قنابل عشان يضرب. ايه القنابل دي كلها؟ طب ادينا انا صواريخ. طيب اي حاجه. عمو قنابل ده مشكله. تقرب منه تعمل اللي عشان تقرب منه يجي يقول لك خد قنبله اهي، احلى قنبله على عيونك. ماشي كهربا جايه بسرعه 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 كهربا. ايه ده؟ هي عدت من عندي هنا ازاي؟ بسرعة بسرعة. منبه بقى منبه. يا لهوي على الكمية الحاجات اللي جت. احمد معاه درع تاني برضو. ماشي خلاص تالت. سربت منهم برضو رغم القنبلة. حمو جيمر، حمو جيمر ارحم نفسك من القنابل شوية يا اخي. سوبر اتريك. عاش يا ابو حميد على السوبر اتريك. طب نجمع النقاط كده عشان انت بدأت تقرب مني في النقاط. 8 جيمر. ما هو جيمر هو اللي بيوقف في طريقي. يلا بينا. يعني كده انا مشكلتي كلها مع احمد دبلي وحمو جيمر. ضربتهم برضه. ضربت مين بقى معايا؟ ابراهيم؟ لا مش عايز اضرب ابراهيم. واياد وسموري؟ ايوه حمو جيمر ده اهم حاجه. لا لا طلعوا يجروا دول في البدايه ما اتضربوش ليه؟ ما دبليو عيب تجيب 5 مركز اول وما تبقاش الاول في النقاط. عيب. اتضرب اتضرب اتضرب. تعالى اها تعالى. لا اعمل اعمل تربو. اعمل اعمل في الاول قدامي في الاول. فقد سرعته قدامي. لا كويس. ولا 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 لا مش شايف. سموري معديك بلفة. مش عارف حاسس ان انا مش شايف كويس. في كهرباء جاية صح؟ حمو جيمر ورايا. ما دبليو مش في اول 4. حلو دي حاجه كويسه. محدش اصلا قريب مني خالص من اول من الاربعه من الثلاثه اللي ورايا. حلو جدا حلو جدا. بس كده انا مطمن شويه. اوعى الصناديق والحاجات. ماشي بس ابراهيم مستحيل.
ضربني كهربا ابراهيم. ليه كده ابراهيم بيضربني انا لوحدي؟ ولي جميل سوبر هاتريك برضو. لا هاتريك بس كده، انا عملت هاتريك. ده محدش جاب مركز اول غير انا واحمد دبلي وحمو جيمر بس كده. واصلا احمد دبلي يقول له جاب اربعه لوحده، جاب نص المبات لوحده مركز اول ما شاء الله عليه. ولكن هيهات هيهات يا استاذ. هنقول لكم الثامن للاول بقى، انا كل مره اقول من الاول للثامن هقول من الثامن للاول. المركز الثامن احمد 8 طبعا باينه من اسمه هو الثامن 19 نقطة. مركز السابع اياد 27 نقطة. مركز السادس سموري 28 نقطة. مركز الخامس ابراهيم 36 نقطة. مركز الرابع احمد 39 نقطة. المركز الثالث حمو جيمر 44 نقطة. والمركز الثاني احمد دبليو 48 نقطة. مركز الاول مستر تيربو 50 نقطة. احنا كده خلصنا اول نظام نقاط وندخل على النظام اللي بعده.